المكان كان زي الزفت برضو او ربنا تعالى المستعان. النحو والادب بس لا كان جاي نوعا ما حلوه يعني. وامتحن هنا في الورمان هما جايبين الامتحان 3 ساعات بس طويل جدا يعني. بيقول لنا في التعبير نكتب زي موضوعين، اول حاجه رساله ده بتبقى بيقول لا يقل عن 9 اسطر، فده خد مننا اصلا ساعه ونص لوحده. انا ما لحقتش اخلص كل حاجه. لا كويس يعني بس النحو فيه تكات شويه، لكن القراءه والقصه والنصوص تمام. لا لا ما كانش قرار، لا لا ما كانش جايب اي حاجه عن السياسه، كان التعبير اختار بين 3 اتكلم عن حسن الفكر الصديق او التنميه البشريه او التربيه الصحيه. الامتحان كله كان حلو وكان يعني اي حد يعرف يحله، بس هو الادب والنحو كان يعني النحو الادب كان اكنه جايب المدرسه من اولها لاخرها، كان صعب جدا. والنحو كان كويس يعني بس الادب هو كان اصعب حاجه. لا ما كانش ليا دعوه بس قدرت اعمله. الموضوع ما كانش صعب، الموضوع كان سهل، بس هو الاصعب حاجه في الامتحان كانت الادب. هو كان في حاجات في النحو شويه جزء خالص خالص يعني. الادب يعني جاي في مستوى الطالب المتوسط جدا. اللي كان متك عليه شويه الادب والبلاغه كانوا سهلين قوي. اللي كان متك عليه شويه النصوص هو كان يكفي للي منظم وقته يعني. هو انا خلصت قبلها بحوالي يعني ربع ساعه.